إلى الأحداث في المنطقة الساحلية الواقعة في غرب البلاد، حيث قال النشطاء إن قوات حكومية نفذت مذبحة راح ضحيتها عشرات المدنيين، بينما قال التلفزيون السوري إن الجيش قد نفذ عملية ناجحة للقضاء على إرهابيين في محافظة طرطوس. وحسب نشطاء بالمعارضة فقد فر مئات المدنيين السوريين من مدينة بنياس إلى طرطوس بعد أن نفذت القوات الحكومية مذبحة في إطار عملية تطهير عرقي. وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن القوات المسلحة السورية تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين كما قالت في البيضاء وبنياس، إضافة إلى مصادرة كميات من الأسلحة المتنوعة. لقراءة المشهد السوري في موضوع القتل في بنياس وبعض المناطق الأخرى، معي مباشرة الأستاذ أنس عيروت عبر سكايب من الحدود التركية السورية. الأستاذ أنس عيروت رئيس المجلس الثوري لمدينة بنياس، مرحبا بك أستاذ أنس. أستاذ أنس، ماذا يجري في بنياس اليوم؟ هناك خبر يقول إن عدد القتلى بسوريا 106 قتلى، بينهم 129 ببنياس. ماذا يحدث ببنياس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة بشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحانا. ما يحدث في بنياس شيء خارج عن الطور والعادة، عن طور البشرية والإنسانية. مجازر المروعة خلال يومين أكثر من 1200 شهيد في قرية البيضة فقط، 800 شهيد وما يزيد. وفي حي رأس النبع في مدينة بنياس أكثر من 400 شهيد. ما ينشر الآن من عدد القتلى 160 و150 هذا غير صحيح، الأعداد تفوق ذلك بكثير. نحن أمام أرقام باهظة، أمام أرقام مخوفة. حي رأس النبع هذا حي من أغلبية فقيرة بسيطة، سكانية بسيطة، قد أبيد عن بكرة أبيه الذي نفد، إما كان غائبا وإما فر بأعجوبة. وكذلك في قرية البيضة ما حدث أيضا، والله عائلات بأكملها، عائلات بأكملها، آل بياد، آل الشغل، آل فتوح، وفي بانياس آل الزوزو، آل جلول، آل بيت الفحل، عائلات بأكملها قد أبيدت، لم يبقى منهم أحد. الذي نفد إما كان غائبا وإما هرب. يا سيدي، هناك مجازر مروعة، والله هناك ما زال هناك من الجثث لم تلقى بعد، هناك جثث تحت الأنقاض، هناك جثث في الأحراش. إلى الآن كل ساعة أسمع بعائلة جديدة، أسمع بأناس جدد آخرين، لذلك الأعداد تفوق هذا الحد بكثير. بغض النظر، نحن لسنا أمام أرقام، نحن أمام مشروع تطهير عرقي بكل معنى الكلمة، أمام مشروع الدولة الطائفية العلوية بكل معنى الكلمة. أستاذ أنس، سنعود إلى مشروع الدولة وإلى هذه التصفيات العرقية كما وصفها البعض. اسمح لي أذهب الآن إلى عمار الحسن عبر الهاتف الناطق باسم اتحاد تنسيقيات من ريف اللاذقية. سيد عمار، مرحبا بك. عمار الحسن، تسمعني؟ عمار الحسن، طبعا عمار الحسن كان داخل بنياس وخرج، كنت أتمنى أو على نسمع شهادة هذا الخارج من بنياس. أستاذ أنس، أعود إليك، يعني هل هي التصفية العرقية كما وصفها البعض؟ لماذا لجأ نظام الأسد؟ ما هي خصوصية هذه المنطقة تحديدا، ولماذا يصف فيها السوريون بهذا الشكل؟ طبعا بالتأكيد النظام وغير النظام، العالم، الدول كلها الآن صارت على يقين وعلى علم أن الثورة منصورة بإذن الله تعالى، عاجلا أم آجلا، قريبا أم آخرا، الثورة منصورة. الكل متأكد من هذه الحقيقة، أن الثورة ستنصر، لأن كل يوم هناك تقدم، هناك تحرير، وهناك تقلص لقبضة النظام على المناطق السورية. هذا يدركها أبناء هذا النظام المجرم، لذلك هم التجأوا إلى
الى المشروع الطائفي العرقي، الى تكوين الدوله العلويه التي ينشدونها منذ زمن بعيد والتي يخوفون بها العالم الغربي. لذلك لجأوا الى التصفيه العرقيه الان، الى تلك المذابح المروعه. هذا ما يحلمون به منذ زمن بعيد، والان قد بدا في البيضه ونزل الى مدينه مانياس، وغدا لا ندري يمكن ان تكون مجزره اخرى في طريق المرقب او في حي اخر من بعيد، او ربما تذهب الى جبله او الى طرطوس او الى اللاذقيه. أرجو أن تبقى معي سيد أنس. معي الآن مباشرة أيضا على الهاتف من بانياس عصام خليل، عضو مجلس الشعب السوري. سيد عصام مرحبا بك. مرحبا أخي الكريم. أستاذ عصام، أستاذ أنس يقول إن الكلمات لا تصف ما يجري من قتل وتنكيل تصل إلى حدود التصفية العرقية. ماذا يحدث؟ ما رأيكم سيد عصام وأنت ممثل للشعب السوري في بانياس؟ أخي الكريم، أنا أتفهم غضب الأخ الذي يتحدث والذي لا أعرف بدقة من هو. أنا أتفهم هذا الغضب لأن المشروع الذي أحدث في بانياس كان مشروعا كبيرا جدا. حقيقة ما حدث في بانياس بمنتهى الدقة، وأنا مسؤول عن أدق التفاصيل فيما سأقوله. الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد أخطر المطلوبين في مدينة بانياس وهو حسان عثمان، وباعترافاته وبدلالته تمت مداهمة مكان فيه مستودع كبير جدا للأسلحة والذخائر ومستودع آخر. وكان من البدهي أن هذه المستودعات تحضر للقيام بعملية في مدينة بانياس وفي ضواحيها، لأن المستودعات هي في مدينة البيضاء، في قرية البيضاء قريب بانياس. وعندما تمت مداهمة هذين المستودعين جرى إطلاق النار على الدورية التي قامت بالمداهمة. جاءت مؤازرة واستطاعت إحباط محاولة حصار الدورية، وتمكن الجيش العربي السوري من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين. أنا أستغرب من يتحدث عن الحرية والديمقراطية. ما علاقة اليمني بحرية السوريين؟ ما علاقة الليبي بحرية السوريين؟ ما علاقة السعودي بحرية السوريين؟ هؤلاء جنسيات قتل بعضهم وألقي القبض على بعضهم الآخر. فر قسم منهم إلى مدينة بانياس ذاتها، إلى حي رأس النبع تحديدا، حيث تساعد الأهالي. وأنا أؤكد على الكلمة، كانت لجهود الأهالي يعني أستاذ عصام. العملية كما قال العملية كما قال التلفزيون السوري عملية ناجحة للقضاء على إرهابيين في محافظة طرطوس، هكذا هو العنوان. أخي الكريم، أنتم تتحدثون وضيفك يتحدث عن مجزرة. المجزرة الحقيقية هي المجزرة التي أحبطها الجيش العربي السوري عندما قضى على هؤلاء الإرهابيين. جيد جيد، دعني أسمع أستاذ، سأعود إليك أستاذ عصام، أنت معنا، سأعود إليك. استمع إلى الآن عمار الحسن الناطق باسم اتحاد تنسيقيات من ريف اللاذقية، كان داخل بانياس وخرج منها وهو شاهد عيان. سيد عمار مرحبا بك. الاتصال. أستاذ عصام أرجو أن تبقى معي. أعود إلى أنس العيروط رئيس المجلس الثوري. أستاذ أنس، عصام خليل يقول إن هناك ليبيين وأن هناك يمنيين وأن هناك شخصيات أخرى من دول عربية جاءت لإفساد الوضع الأمني، وأن ما حدث ليس كما تقولون فقط عملية القضاء على إرهابيين، وهذا عضو مجلس البرلمان الشعب السوري يتحدث. تفضل أستاذ أنس. إذا كان كما يقول، لماذا ذبح الأطفال والنساء والشيوخ بهذه الطريقة؟ ذبحوا بالسكاكين ثم أحرقت جثثهم، ثم ومنها من رمي بالحجارة، قتل بالحجارة صبرا. لماذا هذا التنكيل؟ أستاذ أنس سأعود إليك. معي الآن عمار الحسن، نستمع إلى شهادة عمار الحسن ناطق باسم اتحاد التنسيقيات من ريف اللاذقية، كان داخل بانياس وخرج. مرحبا بك عمار، ماذا حدث في بانياس كما شاهدت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي العزيز، في بانياس المجزرة الأكبر في سوريا، 750 شهيدا في سوريا، في بانياس المحافظة المظلومة إعلاميا وتقنيا وبكل شيء.
عضو مجلس الشعب يتكلم الآن معك ويقول بأن إرهابيين، هل الأطفال إرهابيين؟ هل النساء إرهابيين؟ هل الشيوخ إرهابيين؟ نحن كنا في المنطقة، هم قصفوها بالبوارج الحربية، بالرشاشات، بقذائف المدافع، بقذائف الهاون، كل شيء في البانيات صار يدك بمدافع النظام الأسدي الخطير. ما سمع الأطفال، ما سمع الشيوخ، ما سمع النساء يقتلوهم، إنهم قتلة. هم يغطون على تغطيط وقتل الشعب بشتى أنواع الوسائل، لأنهم يريدون أن يفعلوا الدولة العلوية في سوريا. نحن سنقول لهم خسئتم عندهم رشاش الأسد بإذن الله تعالى. نحن لا نريد الدعم لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من أي شيء آخر. نحن فقط ننشئ ونناشد أبناء الشعب السوري العظيم أن يساند بعضه بعضا، ونناشد تلك الكتيبة وكل لواء وكل جندي يقاتل تحت راية تحرير سوريا وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نناشد كل ناشط إعلامي وكل من قال إني خادم أو ناصر للثورة السورية. نعم. نرشدهم جميعا أن يطوى المكاسب الشخصية جانبا وأن يهبوا لنصرة أهلهم في سوريا وفي بانيات التي تذبح والتي يقتل أطفالها والذي يموت نساؤها ظلما وعدوانا من النظام الصهيوني. نعم عمار، عمار عمار أرجو أن تبقى معي. أعود إلى السيد عصام خليل عضو مجلس الشعب، ولكن قبل أن تتفضل، قال مراسل بي بي سي في لبنان جيم موير إن اللقطات المصورة أو المصورة تظهر مشاهد لجثامين من بينها أطفال وسيدات ملطخة بالدماء ومحترقة جزئيا أو مشوهة، والبي بي سي أيضا تتحدث عن هذا الموضوع. ما الذي يحدث؟ يعني تقول هي فقط عملية لإنقاذ الوضع في 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 بانياس. سيد عصام، أنا معك، أنت لم تسمع لي أن أكمل الفكرة التي كنت أتحدث فيها، وبالتالي لك أن تكملها الآن. نعم تفضل. تفضل. أولا فيما يتصل بالشيخ أنس عيروت، أرجو أن يتصل بمن يريد من أهالي بانياس ليستمع كيف يقولون إنه كان سبب الورطة التي ورط بها أهل بانياس ثم فر ليعيش على حساب الأتراك وغيرهم في الخارج. السيد أنس عيروت، أنا أريد أن أقول السيد أنس عيروت والذي يدعي الآن أنه ناطق باسم لجان التنسيقات وأنه في بانياس، أؤكد لك جازما أنه لم يكن في مدينة بانياس، أن الحواجز الأمنية تفتش بمنتهى الدقة ولا تسمح لمثله من الإرهابيين بالدخول أو الخروج من بانياس. يا سيد أنس عيروت، نحن لن نسمح لعصابة حسن صهيوني وعبد عدرا وعبد القادر. سيد عصام، أنا سألتك عن ما قاله مراسل البي بي سي من أن الصور والجثمين كانت لأطفال وسيدات، ويعني ليست لها علاقة باليمنيين وأيضا الليبيين كما كنت تقول. يا أخي الكريم، أخي الكريم، أنا لا أفهم لماذا تقاطعني عندما تتحدث بينما تعطي الفرصة. أنا في موقع السؤال حتى أستفيد منك يا سيد عصام، حتى أستفيد منك أكثر. تفضل. اسمح لي أن أشرح الفكرة. تفضل. لكن أرجو أن تبقى في صلب الموضوع وأن ترد على السؤال. نعم. نعم نعم أنا سأرد على السؤال. يا أخي، المجزرة التي حدثت عندما تمكن الجيش من القضاء على الإرهابيين، هؤلاء حاولوا أن يعيثوا فسادا لاستدراج البلاد إلى فتنة طائفية، لكن الأهالي كانوا منتبهين وواعين، قاموا بقتل الشيخ عمر بياسي وعائلته بوحشية غير مسبوقة، والشيخ عمر معروف بأنه رمز الاعتدال في المنطقة ككل، قاموا بقتل مختار قرية البيضة لمحاولة استدراج واستثارة رد فعل طائفي، لكن أهالي بانياس كانوا واعين وهم تجاوزوا الأزمة منذ سنتين. هل كان سيد عصام عندما كان في بانياس، سيد عصام في بانياس، سأبقى معك في بانياس، فرنسا تصف ما يجري في بانياس بجريمة حرب وتدعو إلى تقديم المسؤولين عن ذلك لمحكمة الجنايات الدولية. هذا ما تقوله فرنسا وليس أنس وليس عمار الحسن. تفضل. يا أخي، ليس مستغربا لا من الولايات المتحدة ولا من فرنسا ولا من غيرهم من أدوات الإجرام التي تخطط لتفكيك سوريا من الداخل أن تقول هذا الكلام. هم يريدون أي وسيلة لمحاولة إيجاد ذريعة للتدخل العسكري في سوريا، هذا أمر معروف. فرنسا جزء من أدوات الضغط واللعبة السياسية التي تريد تفكيك سوريا. أريد أن يعلم الجميع، نحن في مدينة بانياس نمثل رمزا من رموز الوحدة الوطنية، بدليل أننا استطعنا تجاوز الفخ الطائفي الذي نصبه أنس عيروت
وأمثاله منذ عامين، واستطعنا أن نتعايش وسوف نبقى متعايشين، وكان الأهالي في رأس النبأ اليوم مثلا ونموذجا للتعاون مع الجيش في القضاء على الإرهابيين. لذلك لا أحد يريد العبث بالورقة الطائفية، العبوا غيرها، هذه ورقة غير رابحة. السوريون جميعا يرفضون الطائفية، والسوريون جميعا يرفضون التقسيم، ونحن نحارب مشروع التقسيم الذي يعمل عليه أنس عيروت وأمثال أنس عيروت. نعم عمار، هل لديك أن تعلق مرة أخرى على ما قاله عصام؟ أنا بس بدي أقول له للسيد عصام، إذا هو معتبر حاله سيد وابن بانيات الحرة اللي ما بتتشرف أبدا أن يكون هو من بانيات، كيف يقول نحن قتلنا الشيخ البياسي وصور الصفحات على الفيسبوك وتويتر تقول لاحظوا هذا المجرم ولاحظوا إلى العرعوري ولاحظوا إلى الوهابي الذي كان يحث الناس على التظاهر في بانيات؟ هذا أول شيء أقوله له. وأيضا أقول له كيف لي الناس والشعب بأن يقتل أخوته ويقتل الأطفال ويقتل الأولاد ويقتل المشايخ، مع العلم بأن في بانيات كلها مثل ما قال لك، هو قال لك الحواجز منتشرة في بانيات، فكيف للأهل وكيف لأهل بانيات أن يحملوا السلاح أو يقتلوا المشايخ أو يقتلوا الأطفال؟ كيف لي بربك، كيف لي النظام من قتل 750 شهيد في بانيات، مشاجر أحرق الأطفال واغتصب النساء وقام بذبح الأطفال، الأطفال ذبحت في بانيات كما تذبح الشاك وكما تذبح النعال، كيف يقول ويتجرأ ويقول بأنه من بانيات؟ ورب العزة ليس لا هو ولا غيره لا من بانيات ولا من سوريا، هؤلاء هم أنصار حزب الله وهؤلاء هم أنصار إيران وأنصار الشيعة، هم فقط يقتلون السنة في سوريا، لماذا لا يقتلون غير السنة في سوريا؟ إنهم يقومون بمجازر لتخويف الشعب ولردع الشعب عن ثورته، ولكن نقول له ولأمثاله لأن الثورة مستمرة، ولو قتلتم كل سوريا بإذن الله تعالى سوف نستمر في ثورتنا حتى آخر قطرة من دمائنا. بانيات اليوم تصبح وممكن من بعدها أن تصبح النازقية وممكن من بعدها أن يصبح الساحل كله، ولكننا بإذن الله سنظل نقاوم بكل ما أوتينا من قوة، ولو حتى بالدعاء، وهم عندهم الصواريخ الستوب وعندهم الدبابات تقصف بالبناء وعندهم الصواريخ وعندهم. شكرا لك عمار الحسن، شكرا لك عمار الحسن، ناطق باسم اتحاد تنسيقيات من ريف اللاذقية، شاهد مما حدث في بانياس. إلى البيضاء مع ثائر البيضاوي من البيضاء الناشط السياسي، مرحبا بك ثائر. أهلا أخي، أنا أبو ثائر البيضاء من بانياس، من البيضاء.